بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه يجب ان نقول دائما الحمد لله على نعمه الاسلام. اسبانيا بالامس اصدرت قانونا تشجع الناس للاسف الشديد يعني انا استحي من قول هذه العبارات ولكن هذا هو الواقع ووكالات الانباء العالميه نشرت هذا الخبر. اسبانيا تشجع الناس على ممارسه الجنس مع الحيوانات يعني نكاح الحيوانات والله شيء ايها الاحبه منتهى الانحطاط وصل اليه الملحدون اليوم هذه هي نتيجه العلمانيه عندما يشغل الانسان دماغه ويتبع خطوات الشيطان يصل الى هذا المصير تصور ان هناك قانون رسمي يبيح ويشجع ويسمح ان يمارس الانسان النكاح والفاحشه مع الحيوانات التي لا تعقل. القانون يقول يمكن لاي شخص ان يمارس الجنس مع الحيوانات ولكن بشرط واحد، ستضحكون اذا قلت لكم ما هو الشرط. بشرط ألا يسبب أذى لهذا الحيوان. سبحان الله يعني يعني من أين علمتم أن هذا الفعل بالحيوان لا يسبب له الأذى؟ طب هل الحيوان يستطيع أن ينطق؟ يستطيع أن يتكلم لنعرف أنه يؤذى أم لا؟ الحقيقة أيها الأحبة يعني هذا الأمر أنا أعتبره يعني نكسة في تاريخ العلمانية والإلحاد. الشيء الثاني الأغرب من ذلك أن إسبانيا أيضا يعني أنا طبعا لدي هنا مجموعة أخبار أحببت أن أعرضها أمامكم أيها الأحبة. إسبانيا أيضا قبل أيام تشجع المراهقات على ارتكاب الفاحشة ثم قتل الجنين يعني جريمه مزدوجه ان تبيح لها ان تمارس الجنس يعني الفتاه اعتبارا من سن 16 سنه كما يقول القانون يمكنها ممارسه الزنا علنا ولا يحق للاب ان يعترض او الام او الاهل ويمكنها ان تحمل ثم تجهض الجنين ودون موافقة الأبوين طيب بالله عليكم يعني بالمنطق يعني آه يعني بالنسبة لي لمن يحب أو من ينادي بالعلمانية يعني هل تحب أن تصل إلى هذا المصير ما ذنب هذه الطفلة أن يباح لها وتشجع ويمنع الوالدين يمنعون من مجرد الاعتراض واذا اعترض احدهما يوضع في السجن او يدفع غرامات تصور اخي الحبيب الكارثه الثالثه ايضا طبعا هذه الكوارث موجوده في دول الغرب ولكن انا لكي اكون محددا استعرض هذه الاخبار من دوله مثل اسبانيا التي بالامس كانت دولة اسلامية تشع النور والعلم وهي سبب حضارة الغرب اليوم. اسبانيا ايضا في قانون جديد تشجع على تغيير خلق الله من خلال التحول من جنس لاخر. يعني واحد مثلا عمره 16 سنة وما فوق يمكنه ان يغير جنسه من خلال اخذ مجموعه من الهرمونات واشياء اخرى ويتحول الى جنس اخر ودون موافقه الوالدين منذ 16 سنه يعني هذا طفل يعتبر اليوم بقوانين اليوم تصوروا ايها الاحبه يعني والله الاسلام عندما اعطانا مجموعه رائعه من القوانين حقيقه يعني هو اراحنا أرحنا من عناء البحث والتفكير والدراسة والتخبط أنا أؤكد لكم أيها الأحبة بعد مدة سيغيرون هذه القوانين لأنه سيثبت ضر وهو ثابت الضرر ضرر ثابت والمجتمع نفسه سيرفض هذه القوانين لماذا لأنها تخالف الفطرة كيف الإنسان أن يمارس الجنس مع حيوان طب انسانه مراهقه بعمر 16 سنه تغير جنسها الى رجل تمارس الزنا علنا ثم تجهض الجنين وكل هذا ضمن القانون ايها الاحبه انا اؤكد لكم ان الشيطان هو الذي يتحكم بهؤلاء الناس للاسف يعني أنا لدي آية في سورة النساء إبليس عندما طرد من الجنة تعهد أن يضل الناس ويغويهم ويأمرهم أن يغيروا خلق الله هذا الذي نشاهده اليوم هو تطبيق عملي لهذه الآية الكريمة قال سبحانه وتعالى على لسان ابليس بعدما طرد من الجنه وبدا يتوعد لادم وذريته وبدا يهدد وبدا يريد ان يدخل اكبر عدد من بني ادم معه الى النار قال ولا اضلنهم ولا امنينهم لاحظ دائما الملحد يعيش بالاماني يعيش بالوعود ثم يجد الصدمه. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله هذا هو تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. انسان جنسه ذكر بعمليات جراحيه معينه وهرمونات وادويه معينه يتحول الى انثى. ولكن طبعا لا ينجب هو تحول خارجي فقط فلا يغيرن خلق الله طيب هنا الايه حذرتنا اكدت لنا ان من يقوم بهذه الاعمال انما يتبع الشيطان ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا إذا والله أيها الأحبة هؤلاء يتبعون الشيطان يتخذون الشيطان وليا من دون الله قتل الأجنة اليوم أيها الأحبة للأسف لا يعتبر جريمة في كثير من دول الغرب وفي قوانينهم يعتبرونه أمرا طبيعيا طيب هذا, هذا الـ آه الجنين بعمر أشهر مثلا أو أيام ما ذنبهم أيضا هنا لدي آية كريمة تحدثت عن تزيين الشيطان للمشركين ليقتلوا أولادهم وكذلك زين لكثير من المشركين الشيطان زين لهم قتل اولادهم شركاؤهم يعني من الجن ومن الانس ايضا ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم يا لطيف ليردوهم في نار جهنم طبعا يعني هذا من يفعل هذا هو ميت في الدنيا والاخره في الدنيا شبه ميت وفي الاخره في نار جهنم والعياذ بالله انظر هنا ماذا قال سبحانه وتعالى. وهذه الايه في سوره الانعام. "ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون". اذا هذه الايه تشير بوضوح الى عمليه قتل الاجنه التي تحدث اليوم، الاف الاجنه يتم وأدهم كل يوم على مستوى العالم. الان هذه الفواحش التي يرتكبونها يقولون هي حريه شخصيه هي امر طبيعي هي حق من حقوق من حقوق الانسان الحديث الله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم؟ واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إذا أيها الأحبة باختصار أنت إذا كنت مسلم احمد الله مليون مرة أنت لا تشعر أنت إنسان مطهر حتى لو كنت لا تصلي ولا تلتزم وترتكب بعض المحرمات ولكن قوه تعاليم الاسلام انت نشات في بيئه اسلاميه وفي ظل تعاليم الاسلام فانت انسان في قمه السعاده يجب ان تكون لذلك سارع بالتوبه الى الله وسارع بالعمل الصالح لان هذه الميزات الموجوده لدينا ايها الاحبه كمسلمين الملحدون حرموا منها يعيشون مثل البهائم وحياتهم تعيسه اصلا لا معنى لها هو يؤمن ان اصله قرد وسيعود ترابا وليس هناك اي شيء اخر يعني ليس هناك هدف من خلقه هو وجد بالمصادفه وسيموت هكذا حياتهم ليس لها معنى وليس لها قيمه لذلك ايها الاحبه يعني انا اود ان اختم هذا اللقاء بنصيحه لكل اخ ان اولا ان يفتخر بانه مسلم وان يطبق تعاليم الاسلام لان فيها السعاده فيها الشفاء فيها الراحه النفسيه والله ايها الاحبه مقدار السعاده التي يشعر بها المؤمن الحقيقي لا تقدر بثمن لذلك يعني نقول دائما الحمد لله على نعمه الاسلام وكما علمنا الله سبحانه وتعالى يعني يعني تعاليم القران عندما نرى الملحدين يغوصون ويغرقون في مستنقع الضلال نحمد الله انه كرمنا ورفعنا ونتذكر هذه الايه الكريمه وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.